أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب إن الذنوب في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتوتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا رب إن عظمت الذنوب بكثرة فلقد علمت بأن عفواك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجيب المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. أما بعد، مسلمتك في زد رجاء الله جل جلاله يملك نيزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نجار بمنيسم سبحانه وتعالى كما لنملي يونغني هرمها ويو أماني والسلام آمين يا رب العالمين. نسنجار بمنيسم سبحانه وتعالى وتكفواه نس درجة زهاه نشر بشهاه هرماسي يا بو يرتسانغني هرمم كونس وخير جاونو يا جار دي يرتسانغني هرم جنة الفردوس دسين نبي وحات محمد صلى الله عليه وسلم غرم الله جل جلاله يا رجال يسون سبيو كاسي ونغني نوانا دميكاو وجود جسم صحا وانغاليا وسو الله جل جلاله امين يا رب العالمين. Mislamatuku fungar dunki yao ze darsa za hatu, za husiana ni ze hadithi, za he nabi wa hatu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi ka ungar joson sipia yokana, kabati amani walau salama, walau nalfusada wa hunduniani, kwa jambusi kwa kiyama, atampaka rizi somo, rizi juwa haridi, rizi rumia. Bal imo gono wasuia, ika umtume sallallahu alaihi wa sallam, هاري هاتي زاو رايجا كفاريكيا ني دنيا تركتم فيكم امرين سمي هاتي زاني رونغو بيلي اكم زنغارا كم نوبوتي ابدا هانغو لشوشم نيسم سبحانه وتعالى نيو دي قراني نزي حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم ينجي همدين من نمجوم يسلمتكو فيو كان غسينا شنشيو شنباو متن الاربعون النووي شيو كاو من يشنزيها ابو زكريا النووي نزيما مونغو نيما علماء وهي مذهب يا محمد بن إدريس الشافعي اسكالونو مستاتو كوفنغان جياو هاريما درس مهم حديث حديثي أو هاريما حديث مهم حديث حديثي نادي حديث كونغ جوران بيوكانا ونمي وانغو يخير يوم جي حديث حديثي نعم يمي وانغو يخير يوم جي حديث حديثي نفمو وابيرا مسلمة كوفو ركا هرما حديث كويو حديث مهم نادي حديث منيس سبحانه وتعالى يا كرنغوزا يا رمبيو كان يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم إني بوار ما هانغو حكيك منيس سبحانه وتعالى تحرمي شي نفسا مو يا هانغو يو كامي كجو ظلوم ينجي تجيليو كان يو حرام بين هانيو نسدو ظلوميانا هرما حديثي دي كاوري سومو هرمي درساتو يا بيرا هريدي ركانسي ريتو وزفا إذا زاك هرمي حديثيو أمو سكالون مسلمة كوفو غارين جو هرما حديث مهم نادي حديث كونغ جوران بيوكانا إن يونغو يا خير يومينجي غار سماوي حديثي غير حديث فاسيري مسلم وتكوفو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من ناس عليه صدقة فكل تسبيحة صدقة. قيل لي يا سايا قبل نورة سوما نعم عن أبي ذر
أيضا رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الديوث بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعتها في حرام أكان عليه وزرا كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر رواه مسلم إنو حديث نزيما من قنزي حديثي كاو غارس سمو سكالون نادي حديثي كاو رنغو ني أبي ذر الغفاري زر ذي زمني زمنا زمن دلي نا أبو ذر الغفاري رونيسا يترجم يهاهي رونيسا بابي أو إمرهن ريني نينمنا ياكو سليمو نبلس ياهي أرميدين يمني زمن سبحانه وتعالى يابو يفسي ضرورة يكبر هيمي هرمي صحابوي نسيرو نو حديث بيدي زاتند روني سيسيرا يا أبو ذري يحديثيني رواني أبي ذري زيرا دي سمي يسمغو نسمين دي لهو نسوكانا غابو كنغو ما يلوانا دامو ما فقراء إكاولو حمتون صلى الله عليه وسلم هبا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يوكانغابو وانادام مونغو نيما صحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم ونوا بيامتومي غابو وارو مونغو نيما صحابه ومتومي صلى الله عليه وسلم ني اصله وانادام وانو ونديما فقراء المهاجرين بعدما مهاجرين كوا جمدينه المنوره وجمدينه شاورت زمالزاو مكه كوجكانا باهيرو وكواناي وكما مسكيني بس وجهن وحمتوم صلى الله عليه وسلم قالوا وبيمتوم وكان هنري يا رسول الله يوبا رميم يسم سبحانه وتعالى ذهب أهل الديوث بالأجور إما فقراء وانو ودو حمتوم صلى الله عليه وسلم ونو يا رسول الله حقيقة يا متاجيري أهل الديوث واندو ونركونغو ونمالينجي حكيكي متاجيري بمتومي وارتدي يا هرمز دراجة وارتدي يا هرمز فضيلة ورنكس دراجة زها جويو زي أجرية زنجي وسلنك يا رسول الله نعم أهل الديوث وانو ونركوها نمالينجي السلام فقراء وكا مدينة المنورة إكي أصليه وانروان يندأ لما فقراء ومهاجرين وجوها وانو حمتومي ولو أبا يا رسول الله باسي وانا ناسي كونغو نزمالي ورنجزي بلاسين كويو ورتند يا هرمزن جيما غونا أجرزن جيرها ناسي نمي اسلام تكوفو يما صحابة وجو حمتومي وجوابي يمتومي سرنغوزينو انتدوكا وكو حسدو وانانياو وكما صحابة ومتومي وعدليفو كو جاجو حسود مرولونا مالي أبدا لا كو جاكو حسود شاوة كو تهمتومي يا واتسشي سوليسيو إكاونغو جاكو فانيا واتندو وانانياو أو باريسي وكم يسمو سبحانه وتعالى إكاهفو بوين بابو شاية صديها رمبي وكانا ينكينا شدانا ونشدانا أما دينامنا ينوسر مصلاة المطففين هفوبوا مسترهيا بفوني هرديها جهب وكان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هزو رحم بزون سيبيا رمو دي ميرو اليوم بفوني رمو دي مجومب رمو دي زجرد رمو دي مسترهي رمو دي زحور العين هزو سون سيبيا ينجي ناشندان ونيو شندان ناشندان ونيو شندان ورنجي بدو وفني بوبا يوكان راشندان وكهر مخير السلام فقراء يابو أتون دوا برسو كان ونانيو متاجيري غون عمالي كونغو يفانيو إكوكو نوكو شندا ويفانيو وليونغو وانايي وارجو همتومي ونيو أتسهمتومي يو أتسشي يسوليسو وواباريسيزي أجيري واسي باريساو إما وواباريساو وكيساو وإما وكيهاجورهاناو يودي مانا إكوو انروانو وكاتي واجو همتومي وجابوكا يا رسول الله ذهب أحد الديوث بالأجور
bontu ye matajiri warishindi warengeze plasi za hajuyu wangona ajirizi njira hanasi. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yashiyaze habari zila shangu walindo wajeleze za baruma bena mna iyo ima fukara wanwambokana yusalluna kama nusalli wananyasi matajiri waswaliyo hamade namna riswaliyo wayasumuna kama nasumu wafungawe yetumu hamade namna ikaho ngarfungawe yetumu yavoro ya swala retumu zoka sina problem wakangu watsungo swali riswali wafungu tumu rifungi yetumu shango na amali tainu ikaho warishindi hambokana wayatasadakuna bifudhuli amwalihim shuwa na nyasi matajiri mwadungo towa harmazi la mali zao ikawa zibakisha ulihongo na mali inji shangu watu wawu fisabili lahi watu wawu ze sadaka watu wawu ye zaka wabalioze mali zao wande harmeshi jihadi izozo ntipia ulihonga suwa na ibo mtume kartu shindwe zifanya ya mama adama nguwa saliyo hamade na mna risaliyo wafungu hamade na mna rifunguo shao nguwa tasadakiyo heze malizahao yoni emane iko wanwaju ya mba mtumokana ya buo warengeze ajiri wenzao waritendea warengeze plasi za hajuyu za mbevoni. Wakati mtume sallallahu alaihi wa sallam yeshese habari zinu hajibe masahaba hawambiokana awalisa kadi jaala Allahu lakum ma tasadakun yebanu mnyesi mngu subhanahu wa ta'ala kajamjeli yani rungu hika honga mjojo mtoho sadaka izo kuli mnyesi mngu hamnika ni kajamnika ni mali shae mnyesi mngu subhanahu wa ta'ala kajabe habadalahe mali yebanu mnyesi mngu subhanahu wa ta'ala kajabe habadalahe mali ika honga joka hinri rungu hika weka huja huifanya mjoko utoha sadaka nabati mapeso mjoko ya towa narangalie namna mtume sallallahu alaihi wasallam yatuliza wa zerohe masahaba wahe narangalie namna mtume yatuliza wa zerohe zahe masahaba wahe yokana izoko leo wananyanyi matajiri ngona mali ngwa zitofi sabili lahi shamnyesi mgu subhanahu wa ta'ala hardi hambulia ni shemi rajini hambulia ni zirajine ya mtsona mali zoka mtasadaki shamyezi mgu kajasumbansi ni mke basi shahambulia ni zirajine yukana ekamu idungu gamjo parsa ajiri za sadaka ayo hinri mtu mehambu wakana inna likuli tasbihatin sadaka mtu mengurambi wakana hakika heni tasbihi yani subhanallah iyo sadaka hukamriya bi subhanallahi iyo sadaka kawhitowa wa kullu takbiratin sadaka no wakati koha buwakana Allahu akbar heni takbiru wajaniyo iyo sadaka wa kullu tahmidatin sadaka ne heni wakati wambal hamdulillahi iyo sadaka Allahu akbar narangalia sakhiri hizo naam mrukat sinama liyatu wa sadaka shahu kamriya bi subhanallahi iyo sadaka وكمريا بالحمد لله يا صدقة وكمريا بالله أكبر يا صدقة وكمريا بلا إله إلا الله يا صدقة إذا عمل بيا إكاو بمنا دام هن وقت وزابة شنغ وهموت وصدقة بمنا دام متون صلى الله عليه وسلم أجهب كان وأمر بالمعروف صدقة نو كمريا أمر شنجيما يا صدقة hukum amrisha njema iyo sadaka ikawa ngu itoo hasibabu mnyesi mngu subhanahu wa ta'ala no amrisha njema mista matukufu gebidori jokana wakati yoka fardhu aini wakati yoka fardhu kifaya wakati yoka sunna hu amrisha njema wakati yoka fardhu aini wakati yoka fardhu kifaya wakati yoka sunna hu amrisha njema naam kathalika hu harazambi wakati yoka fardhu aini, wakati yoka fardhu kifaya, wakati yoka sunna. O wakati hindrini kwa yoka fardhu aini. O wakati hindrini kwa yoka fardhu kifaya, o wakati hindrini ikao yoka sunna. Awala mista matukufu, gebidori juwe, ye fardhu aini shini hindrini, ye fardhu kifaya shini hindrini, ye sunna shini hindrini. Gerjero nisaze dalilu, zoni sawo kano amrisha njema, wakati woka farudhi, gerjote tayyemi istamatukofu. Awalan, ikaramba farudhi.
إكارا بفروضي يجاب لو كان الوجوب يم علماء وهي أصول الفقه ورم وكان ما طلب الشارع فيه طلب جازم إذا دزل رمبو إكاو الدين يا كسلام يهاب يا وزفانية هردي يو أبليج يو كان عنجي أبليجاتوار يو كازرنجو يزو زفانية إذا دزرنجو زواجب يا حكمة يا حازو يا هون رأجيري يا من يوزفانية هون رمضابي يا من يوزيرانسي يودي يامبا وفاروضي يودي يامبا واجب أما إكاري جرم بلا سنة إذا دزل رمبو إكاو يديني يم يسم سبحانه وتعالى يهاب يا وزفانية shake jo oblige yo kautsozifanya ikawuzifanya wo hunra ajiri ikawuziransi wo kundu madhambi ibaki shokani ni wajibu ikansi hakadi tembili gabu inu kwa yo hamba fardhu aini na iyo ne heni rongo ikawo ngiyo obligatory heni manada misilamu yefanya ama hindi hamade sala ngiyo wajibu heni manada islamu ya balighi ya lona ankili wakati wajia salangi wa wajibu soni mahi ikaha swali yohun ra ajiri ikaha heransi yohun ra madhambi yode fardhi aini ngabu inu ya mbao fardhi kifaya zinda zila rongo ikawo gizo wajibu yoka wanruwa zifanya shekaba parahani hawana adamu nusu wazifanya ya huwa wabakisha watu zifanya woko unru madhambi hama hindi hama de salatu ljanaza lukan ruwa saliye mfu awan ruwa mhose awan ruwa mbali ya doa mzihe yomo ngoneze furudhu lkifaia yomo ngoneze fardhi kifaya kao ikaba fumana adamu islamu waparahani kongumanyula wana adamu wende wa mhoso wa mbaba wa msalia wa mbali ya wende wa mzihi wala mwa jonda se ajiri shawala watu shuhudi ya bala woko unrumathabi wala watu shuhudi ya bala watu unrumathabi Ama ya swala, yako wakati wa swali uja, fulani na fulani wende wa swali, sha fulani kaja swali, wala tu swali muro madhambi, yode difira ya he fardhi aini ni fardhi kifaya. Esilaho amrisha njema, ramba yo farudhi. Zabari ndi nuko yo farudhi, narangalieze dalilu. Miezi mdu subhanahu wa ta'ala, harrongo za harme Qur'an nguran biyokana, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bilma'arufi, وتنهون عن المنكر متوم نيسم غومران بيو هارمي اي يو يو كانا ني ني امه ومتوم محمد ني دو وكير هارمزه امه سونسي بيا زابريندي اما ني دو امر شان جما نو هارز نبي كذلك ندل نيسم غو يا ربي وكانا جيب دو ما فرحانيه وانا ادم هارماني يكونوا جودو بارا وانا ادم فاند هارمي زخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بنو نيس نغور أمري شو يوكان جابي ديو بابرهانية كونغومانيو هرماني بوانا دم السلام إكون واجودو بروانا دامو ويند هرمي زخيري وأمري شانجيما نو هرزابي كذلك هجهر مأي رجيني غرام يوكانا وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ميسن غرام يوكانا وكتم جوكو روها مدي هرمش الجهادي شمت سوروها نيون سيبيا مدي هرمش الجهادي شانكا بديو ببرحاني هكونغو ماني لوانا دام إكاونغو أجون دي هرمش الجهادي واساوا روهيو نواسوني دينيامغو Wasangwa joroha, wende wasume dini ya mnyezi mngu, waje wadori siza, nusumesa ya kawumu ya hawa wakati wajoko rejei. Ama ze hadithi za mtu mengizo zinji, waladhi nafsi biyadi, la ta'muruna bilmarufi, wala tanhauna anil munkari. Mtu mengurambi wakana, nalla wene mrika wange nafsa moya hangu ngeo nkode ni hae. Gamjudu wa amrisha na jena, nuhara zanabi, au mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala, gujombeshi ya ni athabu. Au mnyezi mgu mjombeshi ya nipinisyo ya athabu Bada ponga mjoha le manzahanyo Mdobe mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala Mnyezi mgu kanodo mjibuni Ithan, banungara mbilo ukana Wakmur bil marufi sadaka Wanhani ilmunkar sadaka Ho amrisha njema Gaparahani hao sadaka Kathalika ho mruharazabi Ho mruharazabi Iyo sadaka Iyo sadaka mnyezi matukufu Ibekisha O wakati hinrini ikao amrisha njema yoka wajibu fardhi aini
wakati hindini ikawa amrisha njema yoka fardhi kifaya, wakati hindini koho amrisha njema yoka sunna. Awala miasla matukufu, eka hudureje ibu mwana adamu, hujiparso kanangau na ilmu, gojwa shindo amrisha njema, na kabati mrujojwa amrisha njema tuotsi ndawe, abar dotu ndaho mjini hanyu, riparso kanawede gumelo ho mjini iho, ikawu husomo, gojwa shindo amrisha njema harazembi, kabati mrujojwa shindo afanye zarongo izo tuotsi ndawe, na wanadamu kwa hutajua zirongo hizo yaboho kwa amrishe njema hawa harazembi ihereza irendi hawajibu osoni mawa irendi hafardhi haini yokane kahuranti bofundi ikaunga uwaweche harma mji au harmanti au mbabahanu kwa wanadamu kwa hutaji yao bada boho ratu amrishe njema no harazambi na hojo shinda na kabansi mrujo kwa shinda zingare hazi yoto tindawe yaboho katiohu na madhambi yabu wakati juo ngiwa fardhi aini yoko amrishi njema ama wakati mjua kanganyi hama mji nganyi wararu nganyi wane nganyi watanu nganyi kume waparahani hawanadam wazinga rangwa amrishawo njema nuharazabi waparahani hawanadam wa amrishawo njema nuharazabi iko wanadam wala watoshiza wanwalohu mjini hula yabu wakati iyo irendi hafardhi kifaya yani walikaungwa amrishao njema no harazambi wamtoshi zani ni mtuozi fanya naam wamtoshi zani ni mtuozi fanya ama yoka sunna mista matukufu harumaza rongoza sunna harumaza rongoza sunna yo wakati yoka sunna mista matukufu amrisha njema no harazambi kathaliko harazambi diye namna iyo wakati ujojoji parso kana go haruma populasyo au mji au wanadamu ikaungwa hutajowa haraza wambi na kabati mruwa ziharaza suwati ndawe ya wangi wa wajibu yoko ziharaza ya kanga mwanada mkongwa ziharaza na watoshiza ya buwa kati yoyoka fardhi kifaya yani wala wa ziharaza watoshiza ama harmaza rongoza mubahati ya buzo toka mubahati dena mna yume islama tukufu ibakisha kana ho amrisha njema gabo sharutu kathalika ho harazambi gabo sharutu amrisha njema gabo sharutu mbili ho harazambi gabo sharutu mbili ama ho amrisha njema ngebidoba parahani ya sharutu mbili ya sharte ya madobo mrukongo joko anzo amrisha njema ngebidobu jokana zilo amrisha wa zila njema na izo kuno shindo zi juwa tampakora jiharme qur'ani أو هرمز حديث زمتم صلى الله عليه وسلم نعم جبدو جو كان زنجموز أمر شاو زيلا جبدو جو كان زرنجوز أمر شاو زيلا جيما وكم يزم قرآن بيهنري قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ينزي كاوم تمنغو بروا نادم ودوهم يزم سبحانه وتعالى ينزي هنري guparowa nadamu hodoha mnyezi mgu shaha ilmu ala basira guparowa nadamu hodoha mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala ha ilmu ikawa ngeniyo ya wange bidiyo bumana adamu kongo joko amrisha njema shawuka usirika na zilo amrishao zilarungo njema utujojondo kaza mnyezi mgu rabu utujojondo kaza mtume rabu sidoka nguwa fikiri haunga odhani ukana zila njema la ngebido kesro kana zarongo nzi amrisha wazinu zinu njema hokanga mina dalilu ayakatha hadithi katha na esharti ya biduko ngebido parahanihe ngebido bomana adamika gojoko amrisha njema gojoko amrisha fulani katharongo njema shange bido ujokane mrolazi ranzi katu zifanya ngebido kesro kane mrolazi katu zifanya ngejo amrisha mazarongo wazila angalo wakati wa mtume mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yakotoe hutba vajamru hajaka ansireja kasali za rak'a mbili sha mtume hamuzisa ustadi za rak'a mbili ya mdola hambara nja swali mtume habai juho swali ya mwange bidiyo ujkesro kana mrola haransi za rongo wazila naam mamru tu swali ujone mbo kana do swali baba ni dini katha 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 shabu mana adamu kongo ujwa kana fulani ngu swali katsine vindishi mbirli yao hapa mejana jama hoto nda wa msinga roo mehensu kana mso wange bidodo swali urenzi basi nkasitinjema
لا جبدو كسر كان بلا هرانس جامع بعد هونغو امريشا دو في زرنغو زيلا هو هرزابي مثل ما توكو في دينام نايو جبدو جو كان زنو هرزا زنوبي وتجنو هرزا وان هدم رونغو زواجب او رونغو زموبا جبدو كسر كان زرنغو زي هرزا زينو زين رونغو امي جابو كشرط يا بيلي مثل ما توكو في جبدو كسر بومانا دمو كان يمروم هرزا وزنبي زيلا بلا يزفانيا كسرو كان فلان يقول نفيني دوم هراز نفيني يلا بفلان جبدور نسوه نفيني كايو حرام كذا كذا شو تصون امرم صالح هنا كاو مو سيريني هنا وقتي كاتو فني ما اسود ما كان جبدور نسوفيني نبلا تكاو مزيسا زكالي تزنفيني كجاي جوز جوا وكاكا جبروين لا جبدور بمان ادم وجو كان نومن كار يشرط يابيلو كسرو كان امروي هفني زرم غزين بعد هابو هرازان بمستمع تكوفو iha hadaraj iha hadaraj umru harasa zebi edarje ya madodo kawu kesurikana zembi zine kawu ziharaza zembi zine kawu ziharaza gazjo ziya ya bo wakati yongi o wajibu yokana uziye zembi yizo edarje ya bili do kawu kesuri yokana e kawu haraza zembi zinu kasno ziya shangas jo hafifishi olio zika asampursa جو كيلو زكية 60% أو 50 أو 30% كذلك وقت جو ينجو واجب يكون هرزا زميزو إدارة جيرارو دو كاو جو كان إكاز زميزينو ودو زي هرزا شانغاز دوزا بار تاهم بيساوا نزلاتنا يبو وقت وقت سبيدو هرزا زميزو إدارة جياني دو وقت كاونغو سرقاني كاو دو هرزا زميزينو غاز جو دازا بريبارين بين زيرو راها نزيجيريو فانو وانو فينو شكو دو زي هرزا جو كيرفا براهاني هم روهيتو نعم يبو وقت يو دارة جايزو زو كازكيريو كان و هرزا زمي جبلو كسرو كان إما زمي غاز زيو بيا و إما غاز يفنغو زاو ودو وقت جو زي هرزا شو وقت جو كسرو كان غاز دو زمي فانو نزينو au gazendoza ze binziro raha na zinu ya po wakato amrisha njema ayuhu harazaza mbizila zo kazikiri harmedi ni ya mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala manapa ni asili yokamru ya harazambi do kangar tahao rengeze kartu tahari menye mesta matukuf idhan mtume sallallahu alaihi wa sallam gurambi yokana wa umur bil marufi sadaka wanha anil munkar sadaka هو كمر يا أمرش الجماعة يو صدقة كذلك هم روح رزامي يو صدقة هذا وفي بضع أحدكم صدقة كذلك وقت مرمي يا لالا نمرم شاه يو صدقة دول توي حجاهو هرمي مرم شاهو يو صدقة هاو بمرم شيكاو هندو توي حجاهو هرمي مرم معه يو صدقة وقت ما صحابة ومتنا صلى الله عليه وسلم وش ياسر انغوازين وابو كان قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر هذا يا رسول الله يمزي مهرماسي قلتوا هندي هتكلزي شها وشهاه هندي هتوي شها وشهاه هرمم رمشهاه أو مرمشه دا توي شها وشهاه هرمم رمماه بهدا بمر هنرو أجيري هنرو ثوابه متوم صلى الله عليه وسلم وابو كان أرأيتم لو وضعها في حرامي mtume haboka na namnabiye wakati majorengesha hawashanyishinu mdemshi tola harmo haram yani harma zina kamruheni hafanya zina akana alaihi wizru yemra johuna madhambi jawabunga rjoka na naam wakati mruhenda hafanya zina ngunro madhambi mtume haboka na kathalika itha wadaha fil halal kathaliko wakati bumana adamu wende walala ni mrumshe waho wa halali wahunda hindi kana lahu ajrun wahunda thawab ya huu mislama tukufu ya hadithi inu iribuli ya miwangu minchi iribuli ya miwangu minchi mislama tukufu yokana wanadam go kalitesinji gabu wanadam kongwa joshinda watoweze mali gabu wanadam kongwa joshinda watoweze mali shamnyezi mguha wafikisha yoka jilazimishina tasbihi
ولم يلزم جوها وافق إيشا وجي أم جي لازم إيشا تعليلي ولم يلزم جوها وافق إيشا وجي لازم إيشا نسمع قرآن وليها زوا جوشين دو أمر شنجما وليها زوا جوشين دو هرزابي إذا روبا صوت بيا مستمتو كوفو شاهنا مرب يلزم جو سبحانه وتعالى جينا زرنجو يم سهليشا Gabwa rukuwa tukazema lidenya ngoso ni mao. Gabwa nadamu kwa kansasu mekura andezenya ngoso ni mao. Gabwa nadamu ikawa kansi. Wajilazimishe na tasbihi au tahlili. Izo dezenya ngoso ni mao. Shezo zonzi pia mesta matukufu. Iyo miwango ya kheri. Iyo miwango ya kheri. Ika unge bidoma nadamu ya jilazimishe niyo. Ni hadithi inu ngabwa faida zinji. Ye faida ya mwado kongi wa harme hadithi inu. Mesta matukufu. De namne ya masahaba. Ika wakaya yoka wako dofanya hirsu pupa na jitahidi yoka wake harmeto ya Mungu naam ema sahaba wa mtume namna wakaya wako wafanya jitahidi yokana wake harmeto ya Mwenyezi Mungu na hizo zote pia miasta matukufu wako wafanya jitahidi wafunga tume mitsana no himisema sihu no jono kana bala kwa tufanya rongoyo sisi miasta matukufu mal asaf garla la risuha tawasubuhi Kartu funga tumemi tsana, bada mungar hori jayo kana, gasna rungo za hatu. Gabu diferanku bine hatu, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wawa kana hirsi yo kana, wasome, wajue, hardiwa pratike, wakana hamu yo kana, wake harmeto ayamu. Narangalia dalili yun, yo kana, gabu kunguma ila wanadamuko waka wanai, kwa jako shinda, utoowa rumahuri, Kwa jako shinda utowae zaka, kwa jako shinda utowaze sadaka, kwa jako shinda onda harmashe jihadi. Bala zabarindi, holiho waka wanai, yenihono ya hawa hika mangu, kwa jaka matajiri, sha waka mafukara unawa maskini. Sha hizo zonzi pia, holiho wako hanza, washinda neno wananyao, ikawo Mwenyezi Mungu hawanika mali. Watu waze malizao fi sabili Allahi. Nende harmashe jihadi fi sabili Allahi. Nosebiye mafukara unema maskini fi sabili Allahi. Wala wambu wakane ingar jofanya. Nartsahe soliso. Ne soliso kwa jajwe parsama alani. Itotsidu hamtume sallallahu alayhi wa sallam. Yone manu kwa wajuha. Wajawendo hamtume. Wani wabaya rasulallahi. Wananyasi matajiribasi warishindi. Bumtu rishindwa. Wananyasi matajiri warangeze ajiri pia Hokangu wa saliyo hamade namna risaliyo Wafungi atumu hamade namna rifunga utumu Shaungu watu oze maliza hao Shaungu watu oze maliza hao Mtume sallallahu alayhi wa sallam hambokana Yenyima sahaba wa hangu Yemnye zingu subhanahu wa ta'ala Kajamjeli ya nizia yokamdo tuwa sadaka Subhanallahi ya sadaka الحمد لله يا صدقة الله أكبر يا صدقة لا حول ولا قوة إلا بالله يا صدقة يدمني كوم استمتكفو أبو بكر الصديق كان مرغو يا دوابة هدوابة هنري ذهب الذاكرون الله بالخير كله نعم ونركم وفن بوم يزم وحكوي ورنجز خريبيا وروا وزاو نعم Tumeha wamba kana mjilazimishe nofumbuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mjilazimishe nofumbuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hoka hizo sadaka. Mungu neze faida. Ika ungezo harme hadithinu mesta matukufu. Doka manadam yafanya pupa yokato wezi malizahahe. Harme nzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na gebido manadam yafanya pupa yokana. Yato wezi malizahahe. Harmenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio parsa baadhi ya wanadamu yokana. Hoka watu wembahiru. Fisabili Allahi zonziru. Na hakika sidena mna yume islamu. Gebidoro jokana. Ya enero. Ya diero. Ya sairo retowa. Reinika fakiri. Au miskini. Shaila itinde hula indengeri lindawo. Ni yu ni atijara ikawo kajala nukali hasara. Gimbidori fanye pupa yokana. Yemali yaho ya sabuzi. Demali kuhu itende zuhakini. Demali kuhu itende zuham Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ajwenda ya renge. Ya ulele ya yo. Wakati ujo farikia na dunia. Wandua parse masterahi kukuja kuyalida. Naam.
Narangalie masahaba wa mtume yokana wako doto wa zamani zao harmenzia ya Mwenyezi Mungu. Wanu waka Mwenyezi Mungu ya sisi ayambo wakana radhiallahu anuhum waradhu anuhum Mwenyezi Mungu haridhi nao jaboko waridhi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya sisi aya ya rabi wakana hanziha hathibitishe imani harmaze niyo zahao. Mwenyezi Mungu ya sisi aya ya rabi wakana watu pia Mwenyezi Mungu hawandali ya mbevo diye namna waka wajitole ya hasibabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam. Di namna waka wajitole ya harmenzi ya Mwenyezi Mungu. La yakhafu fillahi law matalaim. Kwa jadu waka wahara zila wama zaho wanadamu. Wanadamu na walawi mwanamna wanzao sheka zarongozini gajori di Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wako wazifani. Wako tuwaze mali zahao. Wako tuwaze roho zahao. Wako tuwaheni waloni insho no ili waridhishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam. Iza ngal pasuwa nadamu wakatullo nuunu mbunjo njili yama li hata shata firaa kasu tatu mbenu fi sabili Allah sidi namna iyo. Wa manadamu kongo tsa amanino salama gebidodo tuahirishe zungu zahago udo tuahirishe mali yaho udo ili lami esilam emane mana ya zaka unumlelo na mtuahirisho. Naam, Mwenyezi Mungu mjulele yeye mali yao, hardio tahirisho mo wao, yozimie madhambi yao. Watsina ze daraja ne ze ajiri, ujoko ziparsa bo manadamu. Izo zote pia bo manadamu. Watsungo ziratsi ze mali zao stoka harma kofro, baada hapo jo feziransi. La hawla wala quwwata illa billah. Gibdongan watu ze mali zao. Rangude zaka ya farudhi. Rangude ze sadaka. Rangude harmenzi ya Mwenyezi Mungu. Wanruwa wahe misihiri, waheze madarisi, warengeze zanzia, wasedema fukara unema maskini. Wanruwa rjuhe warohe, wadwende harmaze hijino umra. Gibido wanada msemali zaha waziru mihe, harmedi ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jo parsa wanada mika ho, wajoto wa, 4 mil euro, 5 mil euro, bel 100 mil euro, harmabata nina mafizi. Abo wanruwao, kwa tipre yo kamriya towe 200 euro ya zilike fakiri au ya tinze e udhuhia iso kwa tipre na palaze telefoni za hao mtuwa parso kana mdunge na Galaxy au iPhone 14 ya 1500 na katha katha shenka mdua tuambilu hatu mba ikuwa mwenzi ya Mwenyezi zo kanziru hata tili na mna iyo manada mkongo tawa amenino salamu ha Mungu ngebidudo tuwaze mali za hao. Ujitahirishe roho ya hao. Utahirishe mali ya hao. Gabo faidazi jimesta matukufu. Tsoko bidito shizokana mtu mungu rambi wakana. Dawu marduakum bisadaka. Na mbune sowa wadewa nyeze sadaka. Asadaka. Tatfa ukhadha biljabari. Watamna umautu suu. Naam. Hasibabu ni sadaka. Yuka sababu. Ijaipuwa ulausi wa Mwenyezi Mungu. Hasibabu ya sadaka, yukiri Mwenyezi Mungu waka uhele ya usiu. Kutuwa sadaka usiu la upuha. Hardi yozi yemifo ya peu, yemifo ya fajaa. Yani kumar ngarjo hamba, mfaha fula. Kamba tofaha fula, la. Sadaka yifanya hazi. Na yede na mnema sahaba wa mtume waka. Mungu nasafa ida. Ikiwa ngezo harme hadithi inuokana. Ya ibada kazi tikali tenzima. Shangabu ibada ikawa badania. Ngabu ibada mahalia. Ngabu ibada kalbia. Namu. Za ibada. Ngabu za ibada za zuungu. Ngabu za ibada za heze mahali. Ngabu za ibada za he iroho. Namu. Ama ibada he roho. Dumbu amini Mwenyezi Mungu ni malaika. Deza usewe na zirongo za ghaibuni. Zoso ntipiange bidwa sanyi hazi harme roho. Gapo za ibada za heze mahali. Deza kaya farudhi. Deza sadaka za sunna. Sede mafukara unema maskini. Usedie mashruati za khirikonga sauzi fanyiwa. Gapo za ibada za hezu ungu. Wasuala, watasbihi, watahalili. Izoso nsipia ibada. Gapo za ibada za hezu ungu. Gapo za ibada za heze mahali. Gapo za ibada za heroho. Izoso nsipia zo kalite za ibada ya kubu mwana adamu islamu. Gemi doji lazimishinizo. Kathalika mislama tukufu. Mungu nutukufu nizidaraja.
ikorise pasahar me hadithinu rono tukufu nese daraja zahe tasbihi ne tahlili ne takbir ho kamriya be subhanallah او امر بلا اله الا الله او امر بي الله اكبر او امر بلا حول ولا قوه الا بالله هو كيف سنت بيا كاليتي ذا صدقه اذا كاليتي ذا صدقه كذلك مثل ما تكف مونغو نسى فائده يكون رزي بار سهر مي حديثين وكان صدقه تشرط مالي صدقه تشرط مالي مثل ما تكف شازن زي ذا صدقه زوزنجي ngarjona hadithi ko ngarjo somat sahaliabu raka mbili za dhuha a hoto wazan kudi honziani usaidie mwana nyoho umrihe iso so tsipia nzia za sadaka heni njema wifanya ubu mwana adam mbatu jwa fikro kana mpaka mali yapo nsona mali kutina mali shanga ona vuyu rumiaza vuza hozi tole sadaka naam kutina vuyu shamnyezi mgu haunika ilmu himo paru wanadamu ndio wazifanye naam kaba kusina mali shango josh ndo zabe hauzi haraza zambi haraza zambi yo sadaka amrisha zenje mezo sadaka zo pia sadaka kwa nungwa zifanyao kuno shindo fanya hizo shango josh ndo jilazimishi na tasbihi jilazimishi na tasbihi yo sadaka bojo shindo jilazimishi na tahmidi jilazimishi na tahmidi wabotsona mali watu wa sadaka naam zo sadaka ngizo zinji mesta matukufu mungu nese faida ikawo gizo harmi hadithi nume islama tukufi yokana gyo wajibu yoka wanadamu wa hifadhi ze waziza hao gyo wajibu yoka wanadamu wa hifadhi ze waziza hao demano kwa banu ntumemurambi yokana wafi bidho ahadukum sadaka ho kamrende ya tabuhi leene mrumsha hae iyo sadaka na kamrende ya hifadhi ze waziza hae iwazi hae baje harma aya ya Qur'ani nizi hadithi za mtuna sallallahu alayhi wa sallam نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نعم نيزم مهرم ومرم يوكان كل للمؤمنين أنبياء مسلم ورؤوم يغضوا من أبصارهم وبيام تهاو ورنسه لورجو ورزادي ويحفظوا فروجهم وحفظ زوازها زد ما لان إلا ما لنا حلال يا أيا يا دونغ أبوم نيزم بحر دي هجر غزو وناش 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 مسلم وكل للمؤمنات أمي وناش مسلم كان هنري يوكا وبيما تهاو وتدونغ لو ونرومي هربي وحفظ زوازها basike mrujunde yabo illa mrumme wa halali kwa nikiwai ni waliwahi heshari ya shamye zimu nye zimu haja kwa nyesa mungu nese sifa zaho wanada mikangu wa joko warithembe ya mungu hamu wakana waladhinahum lifurujihi mahafidhun dala wanada mikao zibazizaha owozi ifadhi zoka zidofa nyazina illa ala azwajihi bali wana wanrasha hao awo wanroma hao ودو مالا نكوزي وززهاو زو تبشيا أو ما ملكت أيمانهم أول وناشيكو وهولو والروما ووكواتو وقت اللونوون ما نوكواتي لواما وكان وتبهي نمنا الذي نمنا وانزاو نعم أما هرمز حديثي زمتومي متومي مرامي وكان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنها أغض للبصر وأحسن للفرج yenye boma shababi yemruko ngujo nene zanchida ngujo shinde alole ngujo shinde angali yemrumshahe gena shahwa shokana ya shidado tsabu hane mrumshahe yengena lole emanesho desjo tsongeza yabaye matoka kadoru jo warasa donziani isho desjo tsongeza ya hifadhe wazihahe ya keka fanya zina فمن لم يستطع يمي من آدم كوكانو شنو جهر مو حلالي متو مانغو كان جلازي مشنا تومو بانجي جوبو نغو زمبغي شهوا إذن بانجرم بلو كان هيري جيبي دو من آدم يحفاظي وزيها
يبقى مونغو نسى فعليه كورن زي بارسو كان يو حرام هو كمريا فنيا زنا بل من الكبائر زابرينري وكتم تو ميا بو كان وفي بضو احدكم صدقه هو كمريا لنمر مشاه او مريا تفهنا مر مشاه يو صدقه شي ما صحاب بو يا رسول الله اي يبقى نمر مو تند حرم مر مشاه هدي هتو وش هوا شاه مون اجيري متو ميا بو كان نم نبي يو وكتم مريا جند لنمر مشاه حرام يا جونا مذامي يبو دليل لو واضح كان الزنا حرام نم يسمو هذا حرام شهر من القرآن ولا تقربوا الزنا متكربية يعني متفاني هني زيكاو جيجوت سونج زم كربيو مالانيو يلي ما نكون عدو بارس حرام من شهر يشاك إسلام رحرام شو زن زيبي يكون جيجوت سونج سونج زد وبرهاني هزينا الاختلاط دم تسمعني هو عن رومين عن رواش رزيلو حرام الدنيا مغو رزيلو حرام الدنيا مغو مانامي نمشي ما اجنبوكا وكانت بازيما واتينا محارم رزيلو هرمي دينيام هنزي مانامشي وكافاني مسافرا ويشيلو هرمان سي رجيني ويشي رزيلو هرمي دينيام هنزي وكنجا جوتسونجازا ونبقى فرحان يزينا شارب الزوازو زابريني من لم يتم الواجب الا به فهو واجب او من لم يقف الحرام الا به فهو حرام هني رونغوي كاو اس حرام كاس نو جازيزي اتم باكاس رونغوي سوسيزي يا بس رونغوي سوسو تصوكا حرام اما دي نمني مع علماء واصول الفقه وربيا من لم يقف الحرام الا به فهو حرام هني رونغوي كاو اس حرام كاس نو جازيزي اتم باكاس رونغوي سوسيزي يا بس تصوكا حرام يبصوتك حرام مونغو نزا فائده يكاو نجي حرمي حديث المستمتكو في كاينري يبدي ونادم ودوفا يتنافس ماشيندانو حرمز عمل زخيري سيدو حرمم سجاجة ابا مستمتكو فو يهامو يلو نمكو موري يماشيندانو ولو نمكو موري لمدجو شندان اكازم حروم يوني هامو كوانو ولوني كباتسي ونروكاتو فيكي رونغو توتسي نيزو hamu na huzuni ngabu wafoha krizi na tabu na problem mrungu jwa tawuwa ya nje harma malene na tabu yende hata fi harma malene nende akazo mharuma babu yonzi pio mrungu kajende harme heji yende asi wakomori kwa libu wakomori yende mala na bidiru rumezi maliza hatu heni manada mwika kansi heni manada mwikawe hankilia hekamiliha hakansi hafikiri halolea Rambo kaho tsido mala ni abidisi mali zatu zatu mishi. Rambo kana ketsi haki. Yenziye yo ketsi haki mesle matukufu. Na we mastajabu. Yekhani kwa huwa nguwazifanyangu wa rambo kine nzino ketsi haki. Hardi nguwazifanyawu. Mastajabu. Na uhakika wadu wa mwiso wa mwui. Doka manada miyajokaza ronguwazi nzotsi nje mashangu zifanyu. Eba kweli banu manada mungu fumbetez na mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Eba manada mungu atabahu na mnyezi mungu. Haudi ya dini ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ngarjo kana so haramu, shangari fanyawo, zabarindi, emana yo madzeya la. Sidi na mnayi. Heni madzeya, ikonga khalifu ya dini ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Yau yo haramu. Heni madzeya konga khalifu ya dini ya mungu. Gebidu anruwa ya ziye. كارسينا روسا إلا رونا رجيها رمي أصول الفقه ورونغا جونغا ديا إنمنا هي عرف كان مع علماء وهي أصول الفقه ويانيس لها مباكية غابوي نو عرف الصحيح غابوي نو عرف العرف الصحيح والعرف السقيم والعرف الفاسد غابوي مزايا ميما نمازيه يا لوما واد نمازيه ليو ماي يدي نمنا هي عرف حرميم علماء واصول الفقه اما يا مزيه ميما دا لا مزيه كو كاتو خاليف يدين يم يزم سبحانه وتعالى يو كانت البروبليم غاب جوجو ريك حرماي ما دام يا مزيه كو كاتو خاليف دين اما يا لا مزيه كاو غا خاليف دين يم يزم غو يو كارسينا روسا يو كار يفاني يو حرام غابو يا نو مزيه كونغو ماي Yani dala mazoe kao, gao na me, gabo mala ni hulo mwema, gabo mala ni hulo huyi. Yo harmi maulama wahe usulu, warabi ya orfu al-sakim. Yo mazoe kongo mawade.
yonga hutajoya ni kuwa komprime na dolprani yali ajojo vona yonru fanya dokanro ndo waziye zembi wande watuwe zembi yala mazeye kongo mawadi wanwenda waziye zembi wabakisha nezenjema yudi namda he dini ya mgu titabuho na laha la gebido wanada mwashinda yin sadu harme za kheri sademru joshinda tenzembe zinji tasige namda hiyo يسمى سبحانه وتعالى هرنغو هرم سورة المطففين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Nyesi mgu hawa nyesu wanajo kwa kambeboni. Masteri hiwa jo kwa kanao. Rangudo miro ya maji. Rangudo mkansi harmaze kanape. Rangudo mwangali omema. Hizo nsipia hargi mtu nyesi mgu hajangu rambi wakana. Hizo na mwambia nizo nsipia bome silamu. Fali ya tanafasi ilmu tanafisun. Enge na shindane owenye shindana. Narshindane harmeza kheri. Narshindani harmeza khair yode namne masuhaba wa mtume wa kaya yode mane kama fuqarau ma muhajirin ya watukana mbaye ruyo towa wono wananya wono matajiri waloona shawaju hamtume wa jata hesoliso waju hamtume wa jata hesoliso yokana wananyasi wa retendea ذهب أهل الديوث بالأجور ما تاجير ورنجز أجر وزوبي يا بمترومي ورشيني زاد رجزها جيوه بونا بلاسنكو واتنده هسوني وصليو همدي نمنا رسوليو وفنغتم همدي نمنا رفنغتم شامو تصدقي يهزم لزهاو سيكارتنا مالي لا تصدق تومي هاو نسين زيا سيسيتي دي نمنا يو ونرسوليو يتصفر هاو بلا تسولا كتو زمارين نمنا لذين يتوم يتصفر هاو ونرغو توزم لزهاو يتصفر هاو Mwima amru mrejil ye pumba la mapesa yende ya doli tabaza. Wanru amre male kwa otino mtimbiza. Kanapa wangalia. Yende ya leto umru wa ahi harma maha kume au mahe shiri njumoto njili ya mali. Ajendi ya rengi harma mfumatu ya tabaza. Basi. Fumojo kwa dunga vende aji harma zifungo na male nina tabu. Mastajabu ya heze doktora ne ilmu na ujizi ya henti ya kongori. Iza mungu neza faida. Ika ungezo harme hadithi nume sama tukufu Gyo wajibu yokamriya amrisho njema Nuharazabi Ruono kana mtume mgurambi yokana Wakmuru bilmarufi sadaka Wanhani ilmunkar sadaka Humru amrisho njema yyo sadaka Humru harazabi yyo sadaka Ruono yesa wakati hinrini Iliyo wajibu wakati hinrini Iliyo sunna Wakati hinrini lo fardhi aini Wakati hinrini iliyo fardhi kifaya Kathalika mestama tukufu Mungu nesefa ile kwa rizi parisa. Harmi hadithinu kano wanadamu. Kwa tzi hakalite nzima. Shamnyezi mguha jelio kwa wanadamu. Nguha kalite zinji. Ngabuko mnyezi mguha watungu wa harma amali katha. Jabuko ngabaruko watungu wa harma amali katha. Ngabuko mnyezi mguha wasahidi sukana usoni mau. Ezilo nyangudu wakato eze sadaka. Yodi mana kamju parisa wanadamu tuwa mali yo rongo nyangu. Na wanadamu iko mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala hawa jelio kana zinyangoso ni mau dofunga tumu. Na wanadamu iko mnyezi mgu hawa jolo kana zinyangoso ni mau do amrisha njema. Pio wanadamu kwa difera na wanadamu heni mratosa hilishiwa yu mnyezi mgu ya kuhanza. Kathalika misa tukufu. Inu dalilu kosi joru mienu shambo kiyas. Kiyas. Na kiyas ya harmema ulama wahe usulu lfiqihi wadumru kiyasiza. Kiyas dumru kiyasiza. Yoda lilunzima mungonezi adila zahe zahe ahkamu sharia. Naam. Maharme Qur'ani. Kaba jarongoyo wanruzira jiharme Qur'ani. Wanruko aja ziparsa wanruara jiharma zi hadithi za mtrumi. Wanruko aja parisa wanruara jiharme nrushambo ijmai. Eka wanruko aja parisa wanruara jiharme nrushambo kiasi. Do wanruo kiasi za. Mfano ujoka wadhi. Nyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Harangaza harmea Qur'an kwa mwakana. Wala taakulu amwala liyatama. Ritsidohu lazema lizahe mayatima. Nyezi mgu hamba ritsile.
na ula mali ya yatima ngarjo namna mruhula lo kamru ya renge mali ya lende ya rumie imma ngulo mbango ya vai wa imma ngulo mbahi nru yale wadu mruhule mali ya he yatima ehe ya vaha ya mruko harenge mali ya he yatima hendi hayati ya mru ya vu hayali hau kajayala kajayala ya vu yo haramu wakate mali ya yatima mru hau yoti haramu maulama huo neso kana vu yo haramu Zabarin wa kiasiza wafanya nushambo kiasi wajone sokana wala mnyezi mbu subhanahu wa ta'ala habu wakana ritsilema lahe yatima Zabarin ri imaneka halema lahe yatima nga jwenda zayo wajoroha na wakati mri ya bisema lahe yatima yabwe ya rdi ya roha yabwe ila nkionzima yabwe ila nkionzima rekamru hali yabwe malinga jwenda zayo nga joroha yakamru hayatamru yabwe malinga joroha Vahema ulama wano sokana. Yabu madame ila ngyozima. Yabu roo mlo. Roo yata mru. Roo yava mru pia. Yo haramu harmedi ya mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Mfano wa mwadu. Mfano wa vili mesta matukufu. Ajote riparsokana. Mtumere harami shavinyo. Kullu muskirun khamr. Wa kullu khamrun haram. Heni shilizao iyo vinyo. Na heni vinyo iyo haramu. Shokar doreji wakati wa mtume. Kabjaka bange. Wala kabjaka inkokaini. Ezo kasjaka ya. Nabungar joka ni zozo dhuru raha ne vinyo. Zoza peo raha ne vinyo. Ngazileza raha ne vinyo. Yeza barini ne maulama wa jora miyokana. Le bange ni kokaini ne zadu ngabuzo ngizo haramu. Wafanyi nrushambo kiasi wakiasi za yokana mtume ngurambi yokana yesha tsungeze mvinyo inyulo haramu dabu ile zao yabu madama mvinyo yeleza jalproso kana lebangiga lile zao yokoka ilo drogunga lile zao hakuyu rahane la vinyo ima ulama warumi nrushambo kiasi wasi harami shatina yode yambo kiasi rizani harumia hadithi inu Wakam tumeho ne samfamu, hambu wakana, yenga mwana ojo wakati mriya jonda tuwesha wa shahi, harmu halali ya jonda ajiri. Kathaliko wakati mriya jonda tuwesha wa shahi, harmu haram yoto na madhambi. Yavoru unru kiasi mesta matukufu, kathalika mesta matukufu. Mungu neze faida, ikawarizi parisa harmi hadithinu mesta matukufu. Ipasa ya alimu ya muwemi wangu ya khiri. Ketsu bide fundi, ya tsunda ya samiza wanru haruma mwango mzima yokana, go wajibu wanru ofanyashe, kanu kwa nushido ofanyo mwango unu. Ya chese mkana mtuwe sadaka, shangabu wanru ajyo, mwona madajyo shida tuweze sadaka hizo, gafanru kwa nushida zitowe, shangu wana mfungwa joshi darumeza mfuza hao, kase mali zitolo, wajoshi nendoa wahemi sihiri. Yabolo naze mali, ujotowa, ilo naze mfu, yarumeza mfuza hae, Yabu wansi pia hena mrungunwe haki ya hai. Ulato waze mali mgujunrazi. Ajiri heze mali za hae. Shaha katina mfuzo kende ya wahum sihiri. Hawia he madrasa. Shawa ikatina ze mali shange na zemvuyu. Hende harumia zemvuza hae. Yabu ngarjombo ka zemvuza hae. Iyo sadaka. Ula katina mvuyu. Shawa ya jenieri. Ujwe shinde unisa anro nzena mna anrojo kuwaha. Harumia akili ya hae. Ngarjombo iyo sadaka. Hena mrungujo. Gebilwe miwango ya kheri bula. Ehe, weka no shindoto wa sadaka Shangu jwa shinda sume Qur'an Julazimisha no sume Qur'an Weka no shindo sume Qur'an Shina mna ya liyo Mujwa shinda amrisha jema Mujwa amrisha zanjema Weka mna liyo kano shinda harazen jema Kano shinda ya amrisha jema ya harazembi Shina mna ya liyo Mujwa shinda jilazimisha na tasbihi Mujwa jilazimisha na tasbihi Yani yemi wango ya kheri ngebido yibulwa Esalamri yangaliyo ulomo ngoso ni mwahi Weka jwa shinda yofanye Yofanye Ananga harme hadithi inu. Ngabwanukongu watuose sadaka. Chandru hindi, ahlu duyuth de matajiri. Ima maskini, wajuha mtume mtume hawabulie miwangu. Mraba subhanallah yo sadaka. Mraba alhamdulillah yo sadaka. Mraba allahu akbar yo sadaka. Wanru amrishanjema yo sadaka. Wanru harazami yo sadaka. Isusa tipie miwangu ya kheri, ngebude ibula besilamu watukufu. Ithan, yobadhi zafawa iliko rizitowa harima ya hadithi inu. حديث يدون قبل مسلمة كوف غرام بلوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من ناس
كل سلام من ناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة إنو حديثي إكاو مسلمة كوفو مفنوني هتندي يدي ما نكوري حاولي يوكانا إكي هرما درسا زيما كازي حديثي هتندي نهينو بيان غسنغوني إسا يميوانغو يخير غسنغوني إسا يميوانغو يخير يحدثين رغني أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي زر هذه زمن يزم جناز من دله سكانا متوم صلى الله عليه وسلم هبو كان كل سلام من الناس عليه صدقة متوم غرام يوكانا هني سلام يا سلام شني هنري سلام من سلامتو كوفو إما علماء غرام بياو هنري زينو دزم بينغو Zinude zembingu uo, zilio harmezu ungoza manadamu. De zembingu uo. Abo vanu hendabanga po mbingu uo, vanu hendabanga po mbingu uo, vanu hendabanu. Yabo harmesha ya, zinu mbingu uo nraru. Shaidzima, nsuma bia nema matanu, yema kume, yema ishirini, yemi lupia. Basi mtumengu rambio kana, kullu sulaman sadaka. Harmariwa ya mtumeha bokana yusbihu kullu sulaman sadaka yani hena usikuhusha hena usikuhusha shangio muhimu yokana zembinguo zilo harmezu ngoza haho ushukurie mnyezi mngu yokana uzitole sadaka harmariwa ya mtumeha bokana fakullu tasbihatun sadaka wakullu tahmidatun sadaka wakullu tahlilatun sadaka wa'mur bil ma'ruf sadaka wanhanil munkar sadaka wayujza dhalika rak'atayn yarkawha dhuha mtumeha rambio kana yani usikuhusha shangio muhimu bomana adam utoleze mbinguo za sadaka هم رب سبحان الله يصدق هم رب الحمد لله يصدق هم رب الله أكبر يصدق هم رو أمر شنجيما يصدق هم رو هرزامي يصدق نتمها بوكانا نيزم قنجو جوتوشيزا يطوليس صدق يزوز ونسبيا هراكا بلي كونغو جوزي صالي يصلا يضوحا إذا مستمع تكوفو زنبنغونغي زوزيجي Shafa jahar mahadithi ikawarambile nombro au adadi ya hezembi nguo. Gabu hadithi ikawo mtumengu rambio kana. Ye mwanadamu ikuwa hakamili hezu ngoza hae. Yo bidi yoka ya kena mbinguo majana mararu na mungu mirandaru. Har mahadithi takribe ramani mtazatu Aisha. Ikantoshela na ye riwaya yokana. Mtumeho neso kana. Zembi nguo. Zilio harmezu ngoza mwanadamu. Zoma jana mararu na mungu mirandaru. 360. Binguo wala mwanadamu kuha kamili hezu ungo. Ikawo bingo izo zonti pia. Ngebido uzitole sadaka hena usiku. Izo sadaka zinji. Harma binguo majana mararu na mungu mirandaru. Ikawo ngebido uzitole sadaka. Honga bidiyo doka na feza inji kongo jokoto la zembi nguo hizo. Shamtume sallallahu alihi wa sallam. Hajaharo nesami wango ikawo. Garjwa bidharito le zembi nguo hizo sadak. Rono hula, tasbihi, tahlilu, takbiri. Basingura biyo kana. Kullu yaumin tatlon fihi shamsi. Hada hena usiku ikawo le juwali heya. Gebidiyo zembi nguo hizo zitole wa sadaka. Hardim tu ni hajaka antingono sokana. Taadilu beina thnaini sadaka. Hukaufanyo uadilifu. Hukaufanyo uadilifu. Wakatu joko hukumu beina wanruwaili. Hufanyo uadilifu. Iyo sadaka. Wala yajrimannakum shanaanu qawmun ala alla taadilu. Iadilu huwa akarabu litakwa. Sipari hiyo waruko, wajoko jamzie ni hawa kia sababu, yoko wakati mjoko hukumu, kaka mfanyo adilifu. Na mfanyo adilifu. Iadilu, na mfanyo adilifu. Itha mpano mtu mengu rambio hindi, taadilu beina thnaini, huwaka ufanyo adilifu, beina anruwaili, iyo sadaka. Wakati mjoko hukumu,
wanruwaili wa shinda nao, ufanyo adili ifu yokana, ye mnyi haki ya nikiwayo, ye utina haki ya hakira ngoye nikio mnyiyo, iyo sadaka. Iyo sadaka kawo ngwa jikurumishu wa mnyezi mga subhanahu wa ta'ala, na iyo miaslama tukufu illa marrahim Allah. Badi wala mnyezi mga subhanahu wa ta'ala ya mrahimu. Shangar jopari yisai makadhi. Wanadamu kongwa hukumu wanadamu msajaja. Demru nikiwa haki, demru lona posho jema. Au defami ya mru, natide namna hiyo. Natide namna hiyo. Yesu mngu subhanahu wa ta'ala ngurambi urafanyo adilifu. Benge edeze fami za hatu. Yede mana ikawo as-sadiq al-masliq. Yenabi wa hatu Muhammad manzan watu harungwa harma hadith ambokana. Enge Fatima binti Rasulillah. Enge Fatima mwana wa mtume. Hahibi tujua Mungu mhono. Tujua Mungu mhono. Ili baparahani huu adilifu. Adilifu nge bidua parahani heheni mbabahanu. Rangudu harme mahkama. Deheni mbabahanu mrialiyo. Heni wakati manadam ya joko hukumu wanruwa hili. Nge bidua baparahani he uadilifu. Na mislama tukufu. Ekamru hadore jay harmaze hadithi zone sa wanruwa hukumu uo. Bidimradu kamhara. Tume sallallahu alayhi wa sallam. Mungu nyeze wa suyeko hazinika Abu Dharri hama mbiokano tiparo hukumu. Bina nruwa hili. Tiparo hukumu bina nruwa hili. Balo wakati yamba ya Rasulallah. Yakutu ni hazinika amiri harma mji. Ijeli ya nike amiri nike mfawumi harma mbabaanu. Tume hamba ya Abu Dharri. Ya Abu Dharri. Hakika nganu hono mlemevu haku haku yuhu. Na mimi udharri. Miu hanzize zoko ngana nzizo na msamu yangu mimtume. Na hakika huko ke amiri mbabahanu. Yu amana. Nusiku wa kiyama khasara na majito. Badi ya manada mkongu jofanyo adilifu. Wajahar mahadithu kana mtume nguro nesokana. Yakadhi ya kama adilifu. Yakadhi ya kama adilifu ngujoro horoja mbangu ni kiyama. Yase tabu ni mashaka joko ziona, gujo tamani inge maskini inge kajaka ya hukumu wanruwa hili. Wadi ya kamadilifu, ebabu ya kathwalimu ujo kwa kamrihinri. Ebabu ya kathwalimu ujo kwa kamrihinri. Wajahar mahadithi kumtumeho nosokana, imakadhi ngo kalitenraru. Imakadhi ngo kalitenraru o wailimu wa jonji ya mroni, ya mzimadil jonji ya beboni. Ye makadhi ngo kalitenraru. Owa iliwa wanruwa mroni. Ye mzima yende mruwa mbevoni. Amne mruwa madu ya kadhi ya madu. De kadhi kao. Katu juwedi ni ya mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala. Hajangu hukumu wa na adam. Yabuka nuko juwa hukumu wa sharia. Umruwa mroni. Ne kadhi kohe somongu ijuo. Shaka tufanyo adilifu. Kadhalika umruwa mroni. Ama ya kadhi kuha soma ya dini ya mgu ujua hajangu hukumu wanada mwenamna alazimu wadi wakumtume sallallahu alayhi wa sallamu hono sokana mrabibonu na hadithi zirajini hakika nga nishangayo wanada mkongwa fanyo pupo kwa njiharmi mahkama ima vokane katha nikongwa njiharmi mahkama wende wadowa nilia wanada mkongwa joko wanronu kwa tina haki wallahi nga nistajabu harmanti ya kislamu. Harmasi kwa ngarabaw la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sheka mradore jo harme mahkama. Ngari parsowa na adam. Ikongwa himao. Wadifai. Waringi haki za wanruwa zinike. Wala wanruwa hao. Bahari mwajwa jazwe mabushu ya hao. Wallahi tide namna iyo. Na nyima voke kwa ngafanyo sarungwa hizo. Na mhudumu. Na mjuhudumu ya majambu kwa ngamjukwa ni karabu samawati wal aradhini. Na mjuhudu umema jawabu. Ikonga mjuku ya nika mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala. Wasiku wa majito na khasara. Na hudu siku rjoko rejei. Yawma alhasratu wa nadama. Wadu siku wa majito na khasara. Nwanada mkonga mhimawo. Mrengezi haki za wanru. Rangude ziunga. Nane zadunga abo. Ziniki wa wanada mkwa kwa jastahiki. Bahari wanruwa jazwe mabosho. Bahari nga yinafasana katha. Yosidi na mne dunia mnyezi mngu ya haba.
tume ngura biokana unsur akhaka dhaliman au madhluma nusuru mwana nyoho wa kiislamu ikawa hadhulumiwa au ikawa dhulumu ama sababu ya rasulullah mwana nyoho ikawa dhulumiwa ngarjo na mnarjo kwa nusuru wakangarjo hi markesi ni hata rejizo haki yae shae ya dhulumu tume ngabokana mhimimu mnasihi mweleze atayepuli haki ya watu ami mavuka wa hatu tige namna hiyo wawanika mvu wawanika haki bahari mabushonga juja enge wasia wasia hema voka khasa yukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasia yukarreje harmeshesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rijo kana reza halali reza haramu zivumbula harme Qur'ani na harma zi hadithi za mtumi ni amani na salama na alfusada wa hun dunya ni na maudutu wa kiyama وحرمي القرآن نزي حديث زمتومي هل خسارة جمو ولا خسارة يما نادم يكو حقو حكم ونادم كجا حكم يشار يشم يزم قنام تومي ما جيتو نخسارة يكون جو كو يبارسو سكو وكياما يما نادم كو حكم بينا روائيلي كجا فنيو عدليف أو كجا حكم يشار يشم يودي ما نكو نرجو بارسا حرمي القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هرم أي رجيني فأولئك هم الفاسقون هرم أي رجيني فأولئك هم الظالمون كافر فاسق ظالم بينك مع علماء السكان يكفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق ما كلمة من جكور يوني سار مزد أصدار في التوحيد شمس لهم تكوف جبي دوري جو كان جبي دوما نادم يكم عدليفو يكام وطو برس أمان وسلام وإلا تاوى إذا غرمت من غرابي هنري تعدل بين اثنين صدقة وكفنيو عدليف بين ينروي لكونغ وحكوم وكفنيو عدليف بين ينروي لكونغ وحكوم إيو صدقة كونغ وكورب شوحن يزن سبحانه وتعالى كذلك وقت تجوفنيو عدليف يوم ذاني كونغ يتدزو يوم ذاني كونغ يتدزو وجيني يا باريس نمني حاكم جوني كوالي نعم ya mwenye haki mjoni kiwayo. Unukungwa jide kongwa na fasaha unu. Na mkena ze fasaha zaani. Unukungwa jusa makurnudi na makuatu na fadha. Haya na mwendo. Na mwanama uko dhulumiwa utike na harara. Mwanama uko dhulumiwa utike na harara. Ema nanga nubushiri uzade. Waka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yika juu dhulumu. Haba ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Yenye buwaruma hangu. Na we mzima Mungu no waruma wa Mungu. Nyezi Mungu haharamisha ukayeka judhulumu. Eka hubohe haki yao unduniani. Utike na harara. Joka nuham Nyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ya haki yao ngu wajua rejezu wayo. Rawanza rako ajanza. Wajohu rejeze haki yao. Na ungu wajohu uja. Wadhalilifu wabungufu wanadamu kongo boho haki yao hunduniani yenge tike na harara enge para ngabjoko para hani hamruto tse mungu ya hukumu bese bidu kena mna harara yo kana bese joki rardi yao ni kihak sha madama mnyezi mungu madama mnyezi mungu konguri wano ngurishiliyo utike na harara mana moko dhulumiwa wallahi tike na harara bali doi juse matuwa wangalia wa watesheya kana namle namtamattau namtaguhena dunia yinu sha yomul hasratu wal nadama wasukur jukur juham nyezi mungu subhanahu wa ta'ala ramanzara kamjaja gamjoja malulu wabungufu wadhalilifu mjemni kihaki ya hangu enyo tike na harara taadilu beina thnaini sadaka wakufanyo adilifu beina ya anruwaili iyo sadaka ika unge ukurbishu ham nyezi mungu subhanahu wa ta'ala وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وكابو من هذا موسى دي وليكا ونجفينيا أولا مرمدو هزيكو كاتسين أنفويو وتعين الرجل في دابته وكابو من آدم وسيدي من آدم إكاو هرمشين يمشاهي يوحنز يزينجي فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة وكو سيدي يمانا نوكو كتشندوها هرما شنيا ما شهاه أباك واتزينيانا
تمر دهاز كاتش ده هو غاريني نسيد يا هو غاريني يو صدقة يو صدقة نعم رم دهاز يا بعند بان رم دهاز كوكو تشيندا لو غاري جو هو نو كوكو تشيندا وحاولي هم سيدياتا هنجو غاريني يو صدقة هنا دمو لو هرمو لمنغوا فرنسا زي مترون زي كذا زي دو هامبيري رم دهاز روحوجا فنياتا وشيندو هزيو مانغوا تانجيا رانغوا يو صدقة يو صدقة باتسون زيرو يا صدقك كم من آدم ويكون بيشوف من يسمع سبحانه وتعالى ما هو نمر من دهازي جينا كل كون جون زيرو راح ناهي هو رنجه هو تيو غاريني أو هم بليايو نعم لون زم أم جيم وسيه يا برسام من دهازي يا بلي يماني هو يا رنجه هم بليايو برسام بروكو كوي كاو كاتوجي شين داروان كوني هم من زاد بيج من دهازي بل حتى ما شبابي برسام بروكو جينا كل زيرو راح ناهي إما هم بشر هم بليايو أو هم غزا هرنوسو هرنوسو هم سديا شان جبيرو جو كانا يو صدقة إذا صدقة كونغو كربيشو هم يزم سبحانه وتعالى إذا نرانا لينا نم تومي ربولي نونغو يا خيريو كانا ما تفكروا كان بنو شرطي مالي بدي واتسينا مالي غبرونغو زنجزو فانيا لما نقول تها ما حديث الرجل نم تومي نسو كانا أتوتسو وتسو فانيا فرحاتا وتسامو أنا نيوهو يو صدقة يو صدق بمنا دم السلام نعم متومي نغرام بيوكانا ولي كلمة الطيبة صدقة نيما كلمة ميما نيما كلمة ميما يو صدقة نيما كلمة ميما نغو كالي تزينجي إما لا إله إلا الله إما تسبيح إما تحليل إما تكبير إما أمر جيما إما هرزان يعني نو يا كلمة جيما متومي نغرام بيوكانا يو صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة نهيني نغاو إكاو هي بوا هندوم سيريني هيني نغاو إكاو هي بوا هندوم سيريني يو صدقة يو صدقة كاو نغوجي كربي شهم يسمى سبحانه وتعالى Talenge mwango ini onzipia. Atazenga ho. Mrufanyo diminuto ndo msirini. Au kezi minuiti. Zwa ajirizinji. Ngiwzi kena harara. Wamrika huwa daho ni hanyi kwa hulo na msihiri. Sikena harara. Heni nga wapuwa bala yu sadaka. Gwehezi wa daraja. Husamihi ula dhambi. Hamadi enamna vajahar mahadithi. Mtume sallallahu alihi wa sallam. Ya zonesa. Haba watumitu l-adha ani tariki sadaka. Bal hata hoto wazam kudi honziani. Hutowe ziba. Zilo honziani. Rondo nze mamju parsanga pomri wa honziani. Uhimi huungu wa hubu wanzia. Iyo sadaka. Parsa hura wa jumuha. Humutu hema gayala. Iyo sadaka. Parsa shiba, padesha falasi konziani, ushitowa, iyo sadaka. Iyo sadaka kwa mwanadamu, gujukurubishwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mwanziani, mwanziani ngeo na zihaki za hazo. Wajahar mahadithi wakana mtume ngurandi wakana mtudoka nzi mwanziani, baada kanga mjodo ni kaze nzia zihaki za hazo. Baada ya masababu kaya ya Rasulallahi, eze haki zo nziani hiri. Tumeha wakana ruddu salamu. وغض البصر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قف عن الأذى زلون غنسان متومن غونو سوكانا مسيدو كان سيمون زياني إذا بلاسي زلون زياني بعد يكن غم جدوني كزي حق إذا هزن زيا زن زيان كسو ده حق ينزيا يا مادو هنري متوم إحقيا يا مادو متومن غورا بيوكانا هنري هذا رد السلام دوكاري دو بشلي يزي سلام وكاي مروهندو يرعي يأكانسي سلام يبو مريا بيرا يهان بسلام عليكم ولا مروا كانسي يسدكا غب مريا بيرا بلا بسلام عليكم جيبي دوري جبران بيو عليكم السلام يودي حقي يمودو هزن زيا كف الأذى جيبي دوان روارنسا سدو تابشان رومان زياني wakam rahi kia nsohi mwanzianado tabisha waru kabiduan waretzi rongo jizo na adhangiyo na kalitezi nji ima makalime kawa nungwa yambao batu wabireba alandiso mkali yano la huwa numdea na katha kabiduan mnyezi mungu kabiduan mnyezi mungu nsuma biyane kazi wasili daraja yokana gani humo muwa mbengeze malizaha yomina al-kabair
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا كوانو أنزشونغا جواو ولا دونغون وزنزيا دهما منزيانيو بحانرو زمالينو ووانرو وحرمدين يمغوان بلا هنري جبدو ولوافي جبدو ولوافي أولا بيزيوا أو نقولهم هون ونمدو هديفيرا زودي زي حكمة وانيكيوازو إذا كفوا الأذى جبدون روارينسي وتابشون روارومون زانيهم غض البصر جبدون روابي ما تورنسوه دوروجا دوروجا وكانوا لا ذاينري ولا نجيج يكودو كذا إشو لهاو بي ما تورنسوه دوروجا na wanada mkua kanti mziani watoka liya wanu hata atangapo plasika hao harme miji yomdu kasubuti zvirazi ze plasizo mitana wakama nonto na kanti mala toka liya wanu hena mri ya virabala woi ya vayenri woi ya firahaho ramiyazi mgu subhana wa ta'ala ranto waru mamiyazi mgu wake tranquili shaitan firaha miyazi mtu mungu mbuka kuful adha gebidon warensi wararensi hotabisha waru hardiwa ba yemato wamur bil marufi gebidon raji amrishano amrishan jema wanha anil munkar no kan wadu harazambi izode ze haki za hezanzia izode ze haki za hezanzia harma wala wanada mkongo atahau wakensi monziani ekam rashida zingara zorongo inzo raddu salam ghuddu albasar قف الأذى أمر بالمعروف نهي عن المنكر مراش ناس نغرا سرنغو يزو سنسان هني كي واروه سايو كاكون زياني إكا كانو شدو زنغرا وكان دوا كان صودا هنيها وزو كايري رانو كان سمون زياني نحادثي نغا بفائدة نحادثي نغا بفائدة يفايدة يا مادو مستر وتكوفو يباسر شكرية نعمة يمني يسمو سبحانه وتعالى نادي نعمة يهون نونو نعنيم وكان ميزم سبحانه وتعالى هاركامي ليشا يزنغو زهاد يدي ما نقوم كمان ربي وكان يصبح كل سلامة هنو سكوهوشا زلام بنغو زمان أدم جابدو شكر ميزم يا نعمة إيو وزيتولي صدقة أهوي بدو شكر يا نعمة يامو نوود وقت ميزم جورين جزيزة اتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نزمغون ربي وكان جوت سنغزاني من جزيزة نعمة دوكات مجوني شكرية نجيبو مونا دموكم نزمغو هوني كزنغو زكاملي هوني كنونونو يبدو شكرية نعمة نزمغو سبحانه وتعالى وجهر محدثو كان متمنغو ربي وكانا يمركوه تاسيها شيلي وكان نجيه أرمو أمان جيه أرمو أماني رمو دي زنغو زهاهي كاتي مهدي مميليكي وكتي يوسيك ونجي هما ميليكي دنيا إذا بدو شكري من يسم الله سبحانه وتعالى ونسى فائدة زلو هرمي حديثين ومسلمة كوفو وكمانادا ميكوها كاملي هزو ونغو هانا بنغو مجانا مرارنا مونغو ميران دارو إمانادا ميكوها كاملي هزو ونغو بس هانا بنغو مجانا مرارنا مونغو ميران دارو نزن بنغو يزنغ بدوزي تولا صدق هنا وسيكو يتسبيح يتحليل يتكبير أوصل ركاميلي زهيضوها جزوتو شيزا أو زعمل زخر زادون غياب يدو شكر من يزم غي نعمة إيو نعم مونغو نسى فائدة إكاو نجيو هرمي حديثين مسلمة تكوفو إرده هو كان جيو واجب يو كان رحفاظي يزنغو زهاتو هعمل جينا رحفاظي يزنغو زهاتو هعمل جينا كان رنغاليابو متومي يا ربي وكانا جابي دوري زيتولي صداكا شهر ديها رونيسا كان يوصو على دوم سيريني فنيو عدل فهرمان روايلي تسبيحي تحليل تخبير يا ميسون غوز هاتوني اسلام توكو في بديري فاني بديري زي فاضيها عملي جيما تمساجها جناح ياسا نو عاصم يزمو سبحانه وتعالى لا جابي دوبو مانا دمو جو كانا
Vanu wakati wakamilisho zungu zaho bidi ushukure Mungu. Na ushukure ya Mnyezi Mungu, zoha nzizike na shartu ndaru. Ekazi shartu zozo ndaru ziparhaniha. Yavu Mungu nimru kongu wa shukure Mnyezi Mungu ya nema Mnyezi Mungu yonikayo. Reka unono, reka mali dehe nema wanikiwayo. Eka wapu za shartu nzima yavu. Harumaze shartu zozo ndaru, yavu iti Mungu nwa wa shukure Mungu. E shartu ya mado, ihtirafu lkalbi. Gebidomu wa hoto rekonese. Gebidomu rekonese yokana. Ziloloni zo zila mkune yaunika. Ye mali, unono, ye amani, yo salam. Deheni neema uloni yo. Gebidomu jokana. Ila tawfiki ya mgu. Intirafi lkalbi. Gebidomu wa hoto rekonese. Ujue ukubali. Kana ila mkune yaunika. Mano wakati joka ja karuna ngojore joba parsara karuna. Wakati karuna yani kiwaze mahali. Kumyezi mgaso nesa masurati al-kasas. Inna karuna kana min kawmi Musa. Fabaga alayhim. Wa ateinahu min al-kunuzi ma inna mafatiahu latanuu bil-usbati ulil-kuwa. Ithkala lahu kawmuhu la tafrah. Inna allaha la yuhibbu al-farihin. Hakahar me kawmi Musa. Shahako asu Mnyezi Mungu hata kabari hanikuwa malikawa nruwakobali yaze la kile maulama waktalifiana ngabo nusoka nrufukari ngabo nusoka de magardia kobali yaze la kile ngabo nusoka mungu mfukari ngabo nusa adadi zinjikuwa na aldamu wazonesi amuhimu karuna mungu nwaruko wakanikuwa mali shashukuri ya Mungu haba innama utituhu ala ilmi Zema lizinu tini kiwazo. Tizi parisa. He ilmu ya hangu na ujizu wa hangu. Hasina mudo takabari fuwahe huu. Uka sababu waka na Mnyezi Mungu hamangamiza. Raera zema liza hae. Enge nge midomu anadami ya rekonesi. Zema lu wani kiwazo taufiki ya Mungu. Ya ilmu wani kiwazo taufiki ya Mungu. Unono wani kiwazo taufiki ya Mungu. Henu umilikiyo harmaze neama. Shange bidojo kana ya tawfiki ya Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ihtirafu lkalb. Esharti ya piri kawlu bilisani. Gebidobo mwana adamu ukeoji mweza mbe harmoli mewaha hoyo kana. Zinuloni zo. Shazinza Mungu lianika. Naam. Wande kana zinuloni zo uimgu lianiva. Nahana ya mba unamishi yao. Erongo ya raru, dokoru mileza rongo zila harmeto haya Mungu. Yani, reka mali reka unono, shauru mile harmeto haya Mungu, ahuma alanika unyezi mgungu joka arathi. Ekaze shartu zozo nrao, ziparaha ni haharmaneme kongu haonikayo, ya mungu nguanru kongu wa shukurenema ya Mungu. Amo wakati rjojari tunduri parso kanashe, babuza shartu ya avu, haudi zozo nda rukazitzi, Ya bora kuti mungu nwarukongwa shukuro Mungu. Na mungu nese faida. Ike ungizo harime hadithi mesta matukufu. Rono tukufu nese daraja uka manadamu. Yado sulihisha nufanyo adilifu. Harmo wanadamu. Harmo wanadamu ukana. Yo sadake kwa manadamu. Ukurubishu hamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kathalika mungu nese faida. Yokana. Gariparorike wanru yokana. Ridore hemulana, nosedilana, nosikiniana. Na yu mungu nese sifazahe mara mungu. Ashidda'u ala lkufaru, ruhama'u mbainahum. Nam, imesilamu kongo na imani ya sabuzi, woka wa ziro, kwa jaha na pitie, harmema kafiri, shawoka wa pole na rehma ni rumbi, bena ya hawa. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وكا ونكاف هرميم يسلام وكا وبولي شهر ميم كافيري ودوكتكم رونسي وهاو إذن قبدوان ودو رحم لانا بل بجهر محدث وكان امتمين قرام بيوكانا الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض
yarhamkum man fi sama, owenye urehemu Mwenyezi Mungu jo wa rehemu na mrehemu walo harme ardhi yallo wingu ningu jo mrehemuni. Mala yarhamu la yurham yamruko katu faini ya nrirumbi weka faini ya rumbi. Angaliba anumtume kwa mbokana sedie mwana nyuho mbezo garinaba tijua shinda mbeli yekuli yahe abatijua shinda garipara ukarlo sedila na mesta matukufu kathalika mesta matukufu ya hadithi inu kwa jera mbiyokana rekyo jumo tukuzo wanraduhazi wanrukongo wale mevu kwa tushinda leisa minna من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا جسد بيزهات لنما متميان باو جسد بيزهات سيم السلام يمركو كاتو سكينيا وانا زيوانا ياتوكوزو وانرادو هازي هرمريوا ينسوكانا يجوو توكوفني زي دراجة زهي مفندي وات يمركو كاتو نزيتو بيجمعيزو جسد بيزهات سلام Nukonka tusikino wana ya tukuzuwa nraduhazi ya juweshe shahema ulamau. Katjamba yi kafirisaze tabia hizo, izosi tabia za kislam. Ngebido wanaziwana uwarehemu. Kehamado wana wazaha wana shewahu. Wanraduhazi watukuze. Baba kehama mbabahu na mzazahu ni mazuki waho. Nike maulamau yeshe ushahawu ni plasi zao za wastahika. Sido kajadu dhara ula. Nune ilu anakatha sile na mnayo. Mungone za faida, ikawungizo harmea hadithinu, mesta watukufu, raune otukufu, nezedara jazahe salatu ljamaa. Wakamra juharu hando msirinendi asali ya jamaa, shahe ninga uwepu wabala, ngotungo yosadaka, mwazimi wa madhambi, au hezo daraja. Nam, kathalika mesta watukufu, mungone za faida, yokana rihifadhi, zehaki za humo nziani, raune za zehaki za humo nziani, kana monsidore ya salamu, dojibu ze salamu, ratso tabisha wanruba ye mato, amrishe njemo harazembi, tewezi ze shawuka, yeziba ne jodhuruma na damuhonzia nisonsi pia, izode ze haki ze hezenzia, ilirendereka ze kifu, ya hadithinu nane ya tende, ijeribuli ya miwango minji ya kherokana, zenzia za kheri zozi nji halisi halisi, نزوز نسيبيا نسمور جاي وهم يسمو سبحانه وتعالى إلى هنا مستمع تكوفو يبو وكاتي أسوك زكيفو ينقر كزكيفو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله إدار سيهاتو يهيم فنبيل يهيز أربعين النووي قرجو جهرمي حديثي بل يتتري البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس يدي حديثكم أرجوك هرميو هرما أوف مجو بإذن الله عز وجل نمك هرمو أمان وسلام وجزاكم الله خيراً.